ينظم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية جدة أسبوع التكوين المهني، وذلك من 10 أبريل لغاية 14 أبريل 2022 في كل دوائر الولاية بمشاركة أجهزة الدعم. جدة قاعة عيسى كدير، تمالوس المركز الجواري، الخروج مساحة البلدية، القل مساحة الشهداء. ستكون فرصة لشباب الولاية للتعرف على التخصصات التي يفتحها قطاع التكوين المهني والأفاق المستقبلية لكل تخصص، والتقرب إلى المعاهد والمراكز الموجودة بالولاية. ستكون أيضا معارض خاصة بمنتوجات التكوين، دورات رياضية للمتربصين، وعدة أنشطة ثقافية وعلمية، كل هذا بأسبوع قطاع التكوين المهني. كونوا في الموعد.